Per quanto riguarda il problema del virus, la professora ha avuto un problema di conferenza. Quell'altra riguarda quella che abbiamo detto. E poi la lira, all'infi, magari il capi che arriva, si dà il modo per la conferenza. L'altra di raccomando, in quel nome di Allah, io voglio un altro, io voglio un altro, io voglio un altro, ولو كانوا آباءنا أو أبناءنا أو إخواننا أو عشيرتنا أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون. في الآية دي الكثير من الشواهد التي تصلح أن تكون مطلقا لحديثي حول ذكرى ارتحال السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية. ولكن ما سأتكلم عنه في هذه الليلة وألفت النظر إليه تعبيره عز وجل بقوله وأيده بروح منه. هذا التعبير يلفت النظر ويستوعبه ويفهمه من درس حركة الثورات والتغييرات الكبرى في مختلف الشعوب منذ خلق الله الخليقة وحصل الاجتماع البشري وحصلت حالة التجاذب والعراق والاختلاف والتباين بين الناس والمجتمعات. يعني من بدء الخليقة الأولى حينما اختلف الأخوان على أولويات معينة وآراء معينة وبدأ الصراع البشري. الباري عز وجل يشير إلى أن المؤمنين هم الذين يؤيدون بروح من المؤمن يكون مؤيد بروح الله سبحانه وتعالى. ايش معنى العبارة هذه؟ دلالتها شنو؟ كما يعبر الله عز وجل عنها حتى بالنسبة إلى رسوله الكريم إلى الأئمة المهدي أنه لولا هذا التأييد الإلهي بالروح لما كان المؤمن قادر على إنجاز أي تغيير في حياته. وهذا يفتح لنا الباب إلى فهم شيء أساسي ومهم جدا ولا غنى عنه في حركة أي أمة أو أي مجتمع أو حتى أي شخص يريد إنجاز التغيير في حياته. يعني الثورة هي معادلة رياضية حسب رياضية مثل ما يقولون. هذه الحسبة الرياضية إذا كانت تتركب من ثلاث عناصر وأنت قاعد تشتغل على حسبة حتى لو كنت تصلي صلاة الليل ما بتنحل المشكلة ما لها علاقة إنك صليت صلاة الليل أو ما صليت. ولذلك يمكن لشخص ماركسي أن يحقق ثورة كما حصل بالفعل في الثورة البلشفية الروسية 1917. يمكن لإنسان علماني لا ديني أن ينجز ثورة من أكبر ثورات العصر الثورة الفرنسية وهكذا. ويمكن أيضا لمسلم مؤمن بالله عز وجل أن ينجز الثورة ولكن الشروط هي غير. يعني تعبيرنا الدارجة المستخدم في زماننا هذا الثورة لها باسبور معين لها كود معين ما مرتبطة بعقيدتك وكونك شيعي أو كونك سني كونك متدين أو غير متدين. الثورة قائمة على أن الروح هي التي تحدث الثورة. ولذلك ونحن في ذكرى السيد الإمام المسألة واضحة جدا فإن من أنتج الثورة لغيرة وجه العالم هو الروح والتسمية يعني
ما كانت اسمية عرفية. الإمام الخميني اسمه روح الله، الاسم الأول إليه وروح الله. وحتى اللي درسوا الثورات من الأمم الأخرى، مثلا استشهاد بقول لأحد اللي درسوا حالات الثورات غوستاف لوبون، وهو من أشهر من عاش ودرس الثورة الفرنسية، رجل مشهور وله عدة كتابات في روح الثورة، في سيكولوجية الجماهير، في اعتقادات الأمم والشعوب. الرجل عاش الثورة، يعني الثورة الفرنسية كان حاضرها وعاش كل أحداثها وكتب، ولذلك يعتبر من أهم المنظرين للثورات. فحينما يتكلم عن هذه الروح اللي يسمونها روح الشعب أو روح الأمة، يقول: والصفات الأدبية والعقلية التي يتكون من مجموعها روح الأمة هي خلاصة ماضيها وميراث أجدادها وعلة حركتنا التي تسير عليها. ويرى أنها تقوم على أسس ثلاثة، هي مشاعر عامة ومنافع عامة ومعتقدات عامة. ومتى بلغت أمة هذه الدرجة من الوحدة القومية اتحد جميع أفرادها بدون انتباه خاص على جميع مراحلها المهمة، والتفت من بينهم أسباب الخلف الكبير، يعني أسباب الاختلاف اللي يمنع من الثورة، أو على التعبير حتى رواياتنا، أصبح الناس على قلب رجل واحد. هذه معادلة الثورة، أنك تقدر تخلي الناس أو المجموع الأكبر من البشر على قلب رجل واحد. طبعا ما تستطيع تخلي كل الناس على قلب رجل واحد، لأن إذا خليت كل قلوب الناس على قلب رجل واحد بعد أصبح انتهت الثورة. يعني لو اليوم الحكومة تصير عاقلة وترجع لرشدها، إيش مش أسباب الثورة؟ الثورة يصير ما لها مبرر. الثورة لأن في واحد متمسك بظلم وبخطأ فعله ويصر على هذا الخطأ، فلا بد أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتثور تجاهه. طيب، لو جئنا الآن إلى هذه القضية الحساسة، وش الروح اللي تحتاجها؟ وشنو يعني معنى الروح؟ خذ أول نفهم وش معنى الروح. كنا نقول عندنا روح كلمة بسيطة، يعني ما تحتاج تصور إلى تفسير راجل وإلى فهم. والحال أنه لا، المسألة لو ما كانت تحتاج إلى فهم وإلى إدراك وإلى استيعاب لكان كل إنسان بإمكانه أن يسويها. لو مسألة في غاية السهولة لكانت كل الشعوب بدأت تثور. ونشوف ليش الشعوب ما تقدر تثور، بل شعوب كبيرة. يعني اليوم سمعتوا الخبر، النيابة تقول في مصر بأنه مفروض جمال مبارك وأخو اسمه على مفروض يطلق سراح يعني إذا ما في كل المحكمة أو إذا ما في شيء آخر عليهم مفروض يطلق سراح، لأن ما عليهم شيء. وهذا مقدم يعني شنو؟ أنه بعد جمال مبارك، ما أدري مبارك نفسه أيضا، فهذا الثورة اللي تعب المصري في إحداثه وقدم طلعت من يد أمريكا من هذا الباب، راح تدخل من الباب الآخر. ومن هنا وأنا تحدثت بهذا الحديث في الدوار وفي مرحلة أوج وجود الناس في الدوار، وأتذكر كلمة قلتها حتى الأستاذ الله يحفظه، حتى البعض دار بأنك يعني قاعد تتحدث عن سرقة الثورة قبل لا تنجح الثورة. قلت له: ما هو المشكلة تبانني؟ يعني إذا بتشوف الأشخاص اللي يتصدون ويا الرموز ويا الثوار الحقيقيين يعرفون متى يتصدون. بل صدر متى وصل إياه السيد الإمام رحمه الله عليه وأخذ إليه صور في باريس؟ ها؟ السامري متى وصل إياه موسى؟ السامري متى وصل إياه موسى؟ السامري وحده كل الأحداث اللي مر بها بنو إسرائيل ما
من عذابات وعناءات ما إلي أي دور ولا اسمه طالب صلاة. ما إلي أي شيء. اللحظات الأخيرة اللي شاف موسى بروح إلى لقاء ربه وبيبقى هارون. هارون طبيعة الحال مستوى يعني شرعية ما أخذها من وين؟ من موسى عليه السلام. فهذه الفرصة اللي يلبس فيها برأسه. فسرقة الثورات أو تضييع جهودها وهذا الشيء الأهم اللي قدر أن يحافظ عليه السيد الإمام دون غيره. السيد الإمام اللي عاش معه وقرأ تاريخه وقرأ ثقافته وتجربته وقرأها بعمق يفهم أن الرجال أو الرجل ما كان يتحفظ على المسائل ضمن السياقات اللي احنا عادة نضع فيها المسائل. يعني لما تجي مسألة ان مصالح الأمة بتضيق فيها بتروح لأي شخص بتقول له ترى فلان رجل مؤمن بس ساذج هذا راح يضيع عليك الثورة. تروح لأي عالم يقول لك لا تكلم عن غيبة. السيد الإمام ما عنده الحجة عند مصلحة الدولة والأمة فوق أي اعتبار حتى اعتبارات ابنه حتى شخصه. وهذا شيء يتبين في أن هذه الشخصية شخصية قادرة على أن تنتج ثورة أو ما تنتج. يعني عرف الإنسان من أمور جدا صغيرة في حياته ودقائق بسيطة جدا في التزامه بالوقت في تعامل مع الأقارب والأباعد لما يختلف ويا إنسان شلون يكون مواقفه. مثلا السيد الإمام رحمه الله عليه في يوم من الأيام جاءه شخص وتعرفون يعني أن العلماء ما أقول كثير منهم بس بعضهم يعني حتى بعض المراجع اختلفوا مع السيد الإمام رحمه الله في قضية الثورة ومشروعيتها من قبل ومن بعد من قبل الثورة ومن بعد الثورة. من أبرز الأشخاص اللي كان عندهم وجهة نظر أخرى السيد أحمد الأنصاري صاحب كتاب فقهي اسمه المدارك وجامع المدارك. هذا الرجل كان رجل عارف ومتقي وورع وكان اسمه هارون. يوم من الأيام أحد الأشخاص ذهب للسيد الإمام ما أدري هو على سبيل الاختبار أو على سبيل المهم قال للسيد الإمام شو تقول في عدالة السيد أحمد الأنصاري؟ وش تقول في عدالة لأنه مختلف في منهجك السياسي. قال لي لا تسألني عن عدالة السيد أحمد سألني عن عصمة الإسلام. عدالته مفروغ منها سألني انه معصوم او معصوم هذا يعني يفتح افق كبير داخل هو معصوم انت معصوم يعني شلون اختلفتم. السيد الامام ما كان رغم كل الاختلافات على تصير بينه وبين غيره من الناس يفقد الشيء الذي تحقق به والذي حقق الثوره وانجزها وانجحها إلى يومنا هذا. يعني شفتون ربما المسألة الحساسة جدا اللي حدثت في آخر حياته وهو موقفه من الشيخ منتظري. الشيخ منتظري شخصية سيد الإمام رحمه الله تعب عليها تلميذ الإمام رب لنا الإمام لكن وهذه نقطة حساسة جدا في شخصية من يقول ثورة ان الحدود والضوابط دائما تجي فوق الروابط. اذا تدخل الروابط كما الرسول عليه الصلاة والسلام رغم انه ما شهده شهد به رسول الله في حق فاطمة عليه السلام ان الله يرضى لرضاها من شنو هالاحاديث كلها الواردة عن مسلم لكن ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لأقمت عليها
حاشاها زهراء، ولكن يكون قانون قانون، الضوابط ضوابط. هذه الدقة ما يعطاها الإنسان اللي نفترض في رتبة دون رتبة السيد الإمام رحمة الله عليه. هذا ما تحتاج إلى شنو؟ أول ما تحتاج إليه روح المعرفة. السيد الإمام رحمه الله كان عالما، وهذه جنبه أيضا مهمة وحساسة. يعني تصوره لو وبالفعل حدث في إيران، هذا في إيران نفسه، حركة نواب صفوي مثلا رحمة الله عليه كانت حركة ثورية على غير حركة السيد الإمام، بس ما نجحت. ليش؟ لأن تعرف أنت، يعني أنت إذا في مجتمع في قامات رفيعة مراجع دين ولهم الهيبة والسلطة والاحترام بين الناس، وتقوم أنت كشخص عندك مستوى عالم دين عالي، يعني منهم يجي بيترك مرجع التقليد إلى قولك الكويت؟ صح ولا لا؟ يعني حتى احنا لو اختلفنا في أشياء عادية، احنا الآن لو اختلفنا بين عندك أستاذ جامعي مدرس إلى 20 سنة وعنده درجة دكتوراه، وبين واحد توه مخلص ماجستير ودرس في الجامعة وخبرة سنة واحدة، طبيعي انك راح تلجأ إلى ذلك. لذلك كان الفرض الأول والشيء الأول اللي السيد الإمام رحمه الله أنجزه هي مسألة أنه ما حد يقدر يقول من الفقهاء بأن هذا الرجال مو عالم، هذا الرجال ما عنده الفن اللي احنا عندنا، ما عنده فهم في استنباط الأحكام الشرعية، لأن كانت هذه التهمة راح تكون أول تهمة تلقى في مواجهة الإمام في الحوزات العلمية، يعني داخل البيت. يعني تصور أبو يريد يقوم بمشروع تغييري داخل بيته، وابنه ينظر إليه ظل الاحتقار أن أبوي هذا أنا أحسن منه، كيف يستطيع الأب ينجز التغيير؟ فالسيد الإمام رحمه الله كانت سنوات الدراسة واللي من الأمور الملفتة، طبعاً أشياء كثيرة ملفتة في حياة السيد الإمام. السيد الإمام ألف رسالته العملية تحرير الوسيلة أثناء تهجيره إلى تركيا، الرجل أخذ إلى السجن وهجر إلى تركيا، وبعد تركيا طبعاً الكويت وكويت العراق، واستقر هناك وبعد مدة فرنسا. في هالحالة من التهجير والبعد عن الأهل، وإذا هو يألف رسالة العملية مثل ما الله يرحمه الشيخ يوسف الحمران، هالمطاردة وهالأذية، وكتاب مثل كتاب الحدائق القارئ مرتين الشيخ يوسف رحمه الله ضاع منا الكتاب وتلف نتيجة الأحداث السياسية وهجرته من محل إلى محل، وأعاد الكتاب. اليوم إحنا ورقة واحدة لما تضيع من عندنا نقلب الدنيا. الشيخ يوسف مرتين كتاب الحدائق، موسوعة كتاب الحدائق. يعني اليوم لو بيجي يشتغل مجمع علمي أو أحد بيجي ينجز مثل كتاب الحدائق، قالوا أسس المجمع العلمي لإنجاز هذا الكتاب اللي قام برجل واحد الشيخ يوسف البحراني. ومن هنا دائما معروف بالقائل أنه كان أمة في رجل، إن إبراهيم كان أمة، يعني جمع كل قدرات الأمة العلمية والمعرفية والحركية تجسدت في هذا الشخص. ولذلك يكون القائل عادة بالنسبة إلى حركة الثورة وموقع في الثورة يكون بالضبط بمثابة الروح بالنسبة إلى الجسم. يعني إذا إن شاء الله جسمك يكون جسم مرحب، لو جسم محمد علي كلاي، لو جسم ما أدري من رافع الأثقال، خلي تفارق الروح وجسمك جسم.
صح ولا لا؟ خلي تفاجئ روحك قول لي ما شاء الله عضلاتي انت مو جسمك اللي يرفع خلي عقلك يقول ان شاء الله انا ما يهمني الجسم انا انسان مفكر باحث استراتيجي اقول لك ما علينا خلي نشيل منك الروح خلي في علمك شغل حياة الإنسان بالروح الثورة أيضا حياتها شنو؟ حياتها بروحها روح الثورة اللي أنجز هذه الثورة الناجحة هو السيد الإمام الذي كان بمثابة الروح ولذلك الثورات دائما أيضا من المعروف مثل ما العملية التغييرية تنتهي تقتنع أول شيء بروحها يعني لولا أنك أنت اقتنعت بأن هذه المحاضرة الآن صح أو غلط ما يهمني أن هذه المحاضرة تسوى أروح لها هواية زين روحك أول شيء تقتنع بعد ذلك دام عقلك وش يسأل مثلا محاضرة وفوين ومن أي طريقة أروح لها صحيح بعد ذلك العقل موجود عندك لكن ما بركب سيارة ولا بتحرك ولا بفتح الباب يقول لك ما يصير لا وش تحرك بعد العقل تحرك النفس والجسد له كذلك الثورة الثورة أو أي عملية تغييرية هي بحاجة إلى ثلاث عناصر أساسية الروح العقل والجسد أو النفس لذلك بعض الشعوب قد يوجد فيها علماء كبار ومستنبطين لأحكام شرعية وفقهاء ولكن ما حدث الثورات في حياتهم مو هذا يعني بعيد يعني الواقع لما نكون صريحين خلينا نقارن بين المجتمع العراقي والمجتمع الإيراني المسألة وش أنا ما في فقهاء في حتى السيد الإمام بركات النجف يعني شنو فقهاء كلهم صاروا وهني الأصل النجف معروفة هذه لكن وين إيش التغيير أو عملية الثورة أو الإصلاح ما حدث في العراق السيد الحكيم رحمة الله عليك التجربة السيد الإمام الحكيم السيد محسن مع أنه السيد محسن الحكيم شخصية يعني واقعا مو بس على مستوى علمي لا السيد الحكيم واجه مواجهة سياسية للدولة وكذا ولكن مع ذلك ما حدث السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه لأن بنية الثورة ما اكتملت إذا عندك روح للثورة ولكن عندك نخبة على قولتنا دائما تضرب أخماس الأسداس يعني أنت الآن مقتنع بأن هذه المحاضرة زينة لكن كما الآن كثير من الناس يفعلون لكن وش ودين وإدراك وش دراني الليلة وش صاير أنا وش لي أطلع خلني في البيت ثم أنت روحك تقدر تجي ولكن الروح تحتاج إلى تحفيز عقلي العقل لما يضع مخاطر واحتمالات ما ينجز الثورة ولذلك أيضا من الأخطار اللي اليوم تتهدد كل حركات الثورات سواء في العالم العربي والإسلامي أو في غيره الثورة دائما اللي ينجزها أيها الأعزاء أيها المؤمنون أيها الأخوات شيء لا بد منه اللي ينجز الثورة هو الروح الثورة من توديها للعقل أو توديها للنفس تفشل يعني شنو يعني مثلا اللي يسمونه روح المغامرة يعني صدقني لو السيد حسن الله يحفظه قعد في حجرة وضرب أخماس من أسداس في أسر الأسيرين وقال عنه بصراحة السيد قال مغامرة مثل التجارة أيضا عندك التجارة اليوم إذا تبقى تدخل في السوق وأنت قاعد في حجرة في نويدرا وش هو الدين السوق والسوق منه إنسان مثلي أنا يدخل بينما الروح هي اللي توديك الروح تقول لك بانه فلان وصل الى ان يكون تاجر فلاني يسوي المشاريع الفلانيه من وين؟ يعني منو بدا تاجر؟
طلع مطعم موهب يملك الملايين. من حج حسن العالي؟ حج حلم يسوع العالي؟ او اين الولد احمد من هذا؟ جيب هيدي جيب هيدي. فلو طلعوا من الصفر وغامروا ونجحت المغامره ووفقوا لذلك، ومو معنى ذلك انهم ما مروا فشل في حياتهم، بالعكس الفشل اللي مر في حياتهم اعتبروه طاولة يوقفون عليه ويفتحون، وراكم مجموعة من الفشل في حياتهم من أجل أن يحققوا النجاح. لكن إذا ما تكون عندك أنت روح المغامرة ودائما لا تقول لي أخماس أساس وتقول لي كذا وكذا وكذا، ما راح تتعلم أبدا ولا تنجز تغيير. كذلك إذا جيت اعتمدت على قدراتك النفسية والشخصية، إذا قدراتك النفسية والشخصية يعني أنا أعرف بدني ما يقدر يكون في مواجهة الدبابة، ما حد يقدر يعني يحسبها بحساب يقول لي لا البدن يقدر يخدم، ما في حاجة. نعم الروح تقدر تقف في مواجهة الدبابة. الله يرحم الشهيد محمد فهميدة، محمد حسين فهميدة، الشهيد اللي وقف أمام الدبابة العراقية، والذي حينما جاءوا للسيد الإمام رحمه الله وهم يهتفون خميني رحمه رأي قائد، السيد الإمام لأنه كانت مناسبة ذكرى أو وفاة استشهاد هذا الولد الشاب اللي ما تجاوز 14 سنة، فالإمام قال قائدكم هو هذا. خب لو فهميدة الشهيد رحمه الله عليه اتحرك بنفسه جسدي هل يستطيع أن يقف أمام الدبابة؟ عقلي تفكير يعني بيسوي لي حيلة ان الدبابة لو داشت ما بتأثر، ما في اللي دفع الى هذا هو شنو؟ هو ايمانه بقضيته وبصحة موقفه، لذلك انطلقت روحه في تسجيل موقف. صحيح الدبابة داشت كما الامام الحسن عليه السلام صحيح انه استشهد ولكن نجحت ثورته والرسالة التي حققها وصلتها، ومو دائما رسالة الثورة كما تتوهم أنت هي الانتصار والوصول إلى الحكم، هذه رغبة النفس. الثورة ما تتعامل إلا مع الله عز وجل، الروح الواسطة والرابط اللي يربطها، والعمل اللي يدفعها، والدافع اللي يدفعها للعمل هو أن هذا تكليفي من الله سبحانه وتعالى. اتحقق انتصار ما تحقق انتصار، وصلت الى الحكم ما وصلت الى الحكم، ما ادري زالت الرواتب ما زالت، هذه اسئله ما يطرح حتى الروح، ما تطرحها الروح لما تتحرك ما تطلب مقابل. وذاك الله عز وجل اشترى شنو؟ من المؤمنين انفسهم، يعني هذه انفسكم هي انا اشتريتها، انا باريها وانا خالقها وهي تعود لي، فانت نفسك ليست لك، روحك ليست لك، روحك من الله عز وجل وتعود الى الله سبحانه وتعالى. بهذا الموضوع من التكليف تنجح، لا بد ان تنجح الثوره، لا بد ان تحقق النص. لذلك ايضا لما نجد في مسار الايه المباركه تفلحون، طبعا الايه فيها حديث كثير وفيها تحديدات، احنا الان بعد ما ادري العلاقه مع حزب الله ما تجوز، بس ما ادري بعد تلاوة اسم حزب الله في القرآن الكريم صدر شيء تحريمه ولا ما ادري الحين، اللي عرفه حتى الحين ما صدر معه شيء حتى الحين. فهنا الباري عز وجل قال بعد ان قال وايدهم بروح من قال هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله، لان حزب الله هم المفلحون. والترتيب والتنسيق الذي يعطيه الباري عز وجل فيما يرتبط بهؤلاء الذين أيدهم بروح من نشوفه في عدة آيات، كيف الله عز وجل يجيب ضمن السياق منطقي متسلسل. حينما يقول انتصر الله شنو؟ ينصر هذا واحد.